هلا انا بيستون بامب كان ممكن استعمل شيء بسيط جدا في البيستون بامب، شيء زي هيك. متذكرين هذا المثال اللي استعملناه؟ وهذه قلت مش هيك، مش كان بقدر اعمل هيك؟ بصير بعمل هيك وبرجع، بعمل هيك وبرجع، مضبوط؟ فلما بسحب ايش بعمل؟ بدخل الفلويد من هون وهي بتسكر. بعدين لما بدفش شو بصير؟ بتسكر هاي البامب، هذا التشيك فالف، وبفتح هذا التشيك فالف. ايش مشكلة هذه البامب؟ ليش بعمل بامب بسيطة زي هيك بسنجل سلندر؟ وان سلندر. شو مشكلة هذا الفلو تبعها؟ ديسكريت. تمام، مش ديسكريت، بدنا كلمة ثانية. ايش الكلمة الثانية؟ بالسيتنج، بالسيتنج. رح يصير في عندي بريشر وروح البريشر، يجي بريشر وروح البريشر، والفلو رح يصير في فلو وفيش فلو. إذا شو بدي أحاول أعمل؟ بدي أحاول أعمل مجموعة من السلندرز يشتغلوا مع بعض. بالفترة اللي واحد منهم عم بيرجع وبيعبي، الثاني شو بيكون؟ بدفش. هذه فكرة الموقف. ففي عندي مجموعة سلندرز عندي. فعندي حاطين احنا هون مجموعة من السلندرز موجودة هون، هاي مثلا بالرسمة هاي بالنص، هذا اللي مبين من هون، عندي 1 2 3 4 5 6 مثلا. وهي ملاحظين هون كيف؟ هذا بالفترة اللي هذا فيها دفش وخلص، هذا ايش عم بيعمل؟ عم بيعبي. وهذا بيتحقق عن طريق بس طريقة دورانية هون. فالفكرة فيها انه احنا جبنا سلندر، عبينا هذا السلندر الكبير، سمول سلندر بامبس 7 أو 8 أو 10. هدول السلندر بامبس ايدنتيكال زي بعض، كل واحدة منهم يا بسحبها يا برجعها من هون، وكل واحدة منهم لها فوليوم، رح تعبي فوليوم معين. لكن الفكرة اللي فيها لو هاي كانت هيك ولفيتها ولا واحد منهم رح يتحرك، رح يضل مكانه، مزبوط؟ لو انا عندي هون هذا هي سلندرز هذول ولفيتها هاي، لفيت هاي بالنسبة لهاي، ما رح يصير في اي شيء رح يتحرك. لكن إذا بديت أحرك هاي الزاوية بهذا الشكل، شوفوا شو صار عندي. لما هذا صار يلف، لما هذا عماله بلف، هذا مسحوب السلندر هون بهذا الشكل، لما يوصل عند النقطة هاي شو رح يصير بالسلندر هذا؟ رح يرجع لورا. واللي كان اكستندد لما ينزل لتحت شو راح يصير؟ بريست. فكل سلندر راح يشوف السايكل هاي، بالنص هذا هو طالع عماله بيعمل ريتراكت، بيسحب يعني بيعبي، وهو نازل بيعمل بريس. لكن كل واحد منهم بفيز مختلف، يعني هذول الاثنين كومبليتلي اوت اوف فيز. ففي اللحظه اللي هذا عماله بيعمل كومبريسنج، هذا عماله بيعبي، وبالتالي وهاي ميزتها على هاي شو بتعطيني؟ تعطيني continuous flow. ففي اللحظة اللي واحد منهم، كل واحد منهم بفيز مختلف، عماله بيعبي وبفرغ بيعبي وبفرغ، كل ما زدت هاي الزاوية شو بصير عندي؟ بصير عندي flow أكثر. إذا رجعت الزاوية لهون قديش بصير الفلو؟ زيرو. فبحرك الزاوية من هون لهون، وهاي الزاوية بقدر أحركها هون. في عندي universal joint. إيش يعني universal joint؟ عمرك شفت لو أنت بدك تحط قطعة زي هيك وتحط هون دوران ويصير عندك دوران هون، ما فيش مشكلة. طب لو أنا بدي أحط هذه هيك ويصير في عندي دوران هون وكمان يصير في دوران هون، إيش بدي بينهم؟ بدنا يونيفرسال جوينت، سفيريكال أو شيء، أو مثلا بيكون إلها ديجري أوف فريدم هيك وديجري أوف فريدم هيك. وين موجودة هاي بتشوفوها؟ في مكان موجودة فيه الترانسميشن تبع السيارات أو الشحون الكبيرة. إذا بتطلع على الاكسس، الاكسل تبعه اللي بنقل الحركة، بيقدر يتحرك بهذا الاتجاه وبيقدر يتحرك بهذا الاتجاه، يونيفرسال جوينت من هون. فهذا بيسمح لنا، هاي الجوينت اللي موجودة هون بتسمح لنا انه نزيد هذه بهذا الشكل. هلا ممكن الزاوية هاي تكون كونستنت، وممكن الزاوية هاي أغيرها. إيش ميزة إنه إذا قدرت أغير الزاوية هاي شو بقدر أعمل؟ عم بغير. شو اللي بغيره فعليا؟ في دي فتحة في دي صارت متغيرة. لانه في دي لو كانت هاي الزاويه ثابته، في دي كونستنت، معروف انه هاي لما تلف لفه كامله قديش كل واحد لما تلف لفه كامله كل سلندر ايش السايكل اللي يكون مر فيها؟ عمل ريتراكت كامله وعمل ديبريسنج كامله. فهون ففي دي راح تكون بالنسبه لهدول هي فتحه السلندر هذا وتسكيره من هون، تعطيني الفي دي الكامل. هاي الفكره هون اوضح. إذا كان عندي هذا هيك بهذا الشكل، هي الزاوية، هي ثيتا من هون، هذا لما بلف لفة كاملة بده هذا يلف لفة كاملة، بس وهو بلف كل واحدة من البامبس راح تصير يرتف، يرجع هذا لهون وترد تنزل مرة ثانية من هون. لاحظوا لما خففنا الزاوية
المسافه اللي تحركها صارت اقل. لما صارت الزاويه زيرو ولا واحد يقدر يتحرك، لو يلف هذاك لفه كامله، هذا راح يلف لفه كامله، بس هاي المسافه هي نفسها، هاي المسافه هي نفسها، هي نفسها، هي نفسها. فالديسبيسمنت هون زيرو، والديسبيسمنت هون ماكسيمم على هاي الماكسيمم. سكر يا سيدي.